رفعت الغاية لتبدأ أولى أشواطها بالحفل الكريم في هذه اللحظات الجميلة الرائعة التنافسية. قشاح بالمركز الأول يبدأ في منافسة إذا هنا لسحب نفس الجهات، بينما المركز الثاني شوف المنافسة تأتي من قبل أم الدواعي بالمركز الثاني، شوف أم الدواعي للمركز الثاني، المركز الثالث ملبوس والمركز الأول قشاع. إذا هناك سقوط للخيال خبير دياز من على صهوة الفرس فوارس، نتمنى له التوفيق إن شاء الله والسلامة. المركز الأول قشاع يبدأ بالمنافسة والصدارة وسحب نفس الخيل المتنافسة إلى الأمام. بالمركز الثاني شوف التواصل يأتي من أبا الفوز للمركز الثاني، المركز الثالث أم الدواهي، شوف الاقتراب من قبل أم الدواهي للمركز الأول من قبل قشاع، قشاع وأم الدواهي للمركز الثاني، المركز الثالث أبا الفوز يحاول أبا الفوز الاقتراب من المركز الثاني، بينما قشاع هنا في المركز الأول مصرا على التقدم. هناك الدخول من أم الدواهي، شوف ما شاء الله أم الدواهي تقدم نفسها بصورة جميلة في محاولة لانتزاع الصدارة من قشاع، وهناك أيضا المحاولة تأتي القادمة من قبل الفوز. شوف من الداخل قشاع ينفرد بالصدارة مرة أخرى، يعيد الكرة ليتوصل مع نهاية هذه الدائرة وهذه المنافسة. إذا شوف ما شاء الله تبارك الرحمن قشاع إذا يأتي يقلص المسافة يقترب من خط النهاية، لكن المواصلة تأتي من بقية الجهات الأخرى في هذه اللحظات. كما أشاهد أنا الفوز للمركز الثاني، أنا الفوز يعلنها فوزا أكيدا ويحقق النتيجة لصالحه في اللحظات الأخيرة. فعلى